متتبعي صفحتي على الفيسبوك ومتتبعي قناتي التربوية وكذلك مدونتي. في هذا الفيديو اليوم سأشرح لكم الطريقة التي ستمكنكم من تحميل الفلاشات أو المحاكاة أو ليزانيماسيون التي أنشرها في هذه الجدادات التي أنشرها يوميا على صفحتي في الفيسبوك لتستفيدوا منها لإنجاز الجدادات وإنجاز الدروس. إذن فالمرحلة الأولى أن نضغط على هذا الرابط الموجود في هذا المنشور، بعد ذلك سوف يفتح لنا صفحة أو ملف على شكل PDF يحمل عدة روابط، منها رابط الجدادة لافيش بيداغوجيك، رابط الفيديو، رابط خلاصة، وروابط ليزانيماسيون أو المحاكاة. نختار مثلا هذا الرابط. عندما نضغط على هذا الرابط تفتح لنا الصفحة التالية. هذه الصفحة مطلوب منا أن نضغط على زر التنزيل، اضغط هنا. بعد الضغط على زر التنزيل سوف تفتح صفحة أخرى، يطلب منا أن نضغط على زر التنزيل على كل حال. بعد ذلك سوف يبدأ التنزيل هنا في الجانب الأيسر من الشاشة، وعندما يكتمل التنزيل مطلوب منا أن نضغط على هذه أيقونة المحاكاة. بعد الضغط على هذه الأيقونة تفتح نافذة أخرى، مطلوب منا في هذه النافذة أن نضغط على زر Execute أو تنفيذ. بعد الضغط على زر Execute يفتح المحاكاة أو تفتح الأنيماسيون ونستفيد منها لإنجاز الدروس. إذن فمتتبعي قناتي التربوية أشكركم على تشجيعاتكم وتعليقاتكم، وأتمنى لكم صحة جيدة وأن يرفع الله علينا هذا الوباء. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.